قرر عجوز بريطاني أن يحتفل بعيد ميلاده 100 بطريقة خاصة وفريدة، إذ قفز بالمظلة محطبا الرقم القياسي لأكبر إنسان على وجه الأرض سنا يقفز بالمظلة. وقد قام الرجل العجوز بهذه القفزة وهو مع مدربه، ومن خلال هذه المغامرة يسعى هذا العجوز البريطاني للفت انتباه الجميع من أجل جمع التبرعات لدور العجزة هناك. في اليابان مطاردة درامية مع قرد شمبانزي على أسلاك خطوط الكهرباء تأرجح فيها القرد على طول الأسلاك الكهربائية كما لو كان عرضا في سيرك. ورغم إصابة الشمبانزي بأتش طاقات تحوي مهدئا للأعصاب أطلقها المختصون، إلا أن بقاءه على الأسلاك استغرق وقتا طويلا حتى تمت السيطرة عليه بعد سقوطه من الأعلى. وبفضل غطاء بلاستيكي استخدمه المنقذون لم يصب الشمبانزي بأي أذى. تمكن الأمريكي إيان بوركارت البالغ من العمر 24 عاما من تحريك يده لأول مرة بعد 6 سنوات من إصابته بالشلل الكامل إثر حادث وقع له، حيث نجح أطباء للمرة الأولى في إعادة الحركة لأصابع هذا الشاب بعد زرع شريحة في دماغه. ويمكن لهذه الشريحة أن تنقل إشارات الدماغ إلى جهاز كمبيوتر ليترجمها ويرسلها عبر أسلاك كهربائية زرعت حول عضلات الذراع بغية تحفيزها. أطلق عالم فيزياء مشروعا علميا يهدف إلى البحث عن كائنات حية خارج كوكب الأرض بالتعاون مع فريق دولي من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء. ويقتضي المشروع إرسال مركبة فضائية صغيرة لا تتجاوز وزنها بضعة غرامات بسرعة 60,000 كم/ثانية مدفوعة بإشعة ليزر شديدة القوة إلى أقرب مجموعة نجوم من الأرض في رحلة تستغرق 20 عاما. اختبرت إحدى الشركات الألمانية بنجاح أول طائرة مروحية كهربائية في العالم معروفة باسم فولوكوبتر في سي 200، وذلك بعد نحو 6 سنوات من الأبحاث والاختبارات. الطائرة الجديدة تعمل بالكهرباء ومزودة ب18 مروحة ومقعدين، ويمكنها الإقلاع والهبوط بشكل عمودي مثل الهليكوبتر. أصبح أحد ذكور الغوريلا في إحدى الحدائق البريطانية للحيوانات نجما بعد أن التقطته إحدى كاميرات التصوير وهو يرقص البالي، ونشر المقطع على يوتيوب ليحصد آلاف المشاهدات للغوريلا التي تبلغ من العمر 3 سنوات فقط. وأخيرا حاز مقطع فيديو إعجاب ودهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في المقطع توأمان يجلسان على الأريكة وأراد أحدهما النزول لكنه سقط بقوة على الأرض لينفجر الثاني في الضحك بطريقة هستيرية كلما نظر لشقيقه.